قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قال إن هناك مؤشرات إيجابية توحي باحتمال تنفيذ صفقة رهائن جديدة مع حركة حماس. وأضاف غانتس أنه في حال عدم حصول اتفاق حول الرهائن سيواصلون العمليات خلال شهر رمضان. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال إن حركة حماس قدمت لمصر ردا شفهيا على موقف إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى، وأنها وافقت على تعديلات طفيفة. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد حماس الجديد لا يشير إلى حدوث انفراجة في التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل، مضيفا أن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر يوم الجمعة إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستماع فقط. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس لحضور اجتماع آخر حول الصفقة المحتملة. الأطفال ناموا 8 ساعات كاملين على شط البحر من غير لا غطاء ولا الله يعني يكرمكم، لا في رجليهم إشي ولا سويترات، ما أعطونا مجال لا ناخذ حرام ولا ناخذ غطاء ولا ناخذ أي حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل، مش عارفين ايش نعمل، ما فيش اي مكان امن بالمره في غزه، قالوا انها المواصل منطقه امنه، اتجهوا عليها، احنا اتجهنا على الفاضي. في حرق في الغرفه، عائلتين ساكنين هان.